في قناة فرنس 5، قلت والأزمة السياسية واستدعاء السفير الجزائري بباريس، قلت نكسر حاجز الصمت ونتكلم على حقائق. هذه الحقائق يعني سكت عليها قرابة سنة، بتاريخ 13 أفريل 2019، كنا يوم السبت، 13 أفريل 2019، كنت بالبريد المركزي، يعني نعرف بنفسي مشرف سيد أحمد، طالب إعلام، ماستر صحافة إلكترونية ومختص في الصحافة الاستقصائية، يعني نعمل لا بريس دانفيستيغاسيون، يعني هذا النوع الصحفي قليل في الجزائر، وكي نوجدو يعني بعض هذا النوع الصحفي يكثر فيه الكلام ويقول لك اكو تعرفوا يعني الكلام اللي يقول على الصحفي اللي ينقال على الصحفيين الاستقصائيين. المهم بتاريخ 13 أفريل 2019 كنت بالبريد المركزي، بحكم المهنة وبحكم التخصص وبحكم الفضول، كانت هناك مجموعة من الناشطين من جمعية راج، ومن بعض مناضلي ما يسمى بحزب الأم دي إس، الحركة الديمقراطية الاجتماعية. كنت في البريد المركزي وكانوا يعني قاموا بوقفة احتجاجية أيام الحراك، كنا يوم سبت، حاولوا أنهم يصعدوا في من الحراك ولم يكتفوا بالجمعة والثلاثاء للطلبة. كنت في البريد المركزي، يعني كانت جات الشرطة وقامت بال يعني أريتونا، يعني وقفونا وحولوني مع بعض النشطاء من جمعية راج والأم دي إس إلى مقر شرطة براقي. كما يعلم الجميع في تلك الفترة قضية اغتصاب، أو ما نقولوش اغتصاب، قضية خلع الملابس للفتيات أثارت الجدل، وكانت في كثير من الصحف الوطنية. كما قلت تم توقيفي مع مجموعة من الناشطين، نذكر منهم كنا 4 ذكور كنا 6 ذكور و4 بنات، كان جلال مقران، كان قاضي حسن، قاضي، كان ياسين، كان حكيم عداد، كنت أنا، وكانوا معنا 4 فتيات، نذكر منهم إيناس وأمال ورانيا، طالبة بكلية الإعلام، وهانية شعبان. هانية شعبان نفسها اللي صورت البارحة مع روبورتاج مع فرنس 5. للأمانة فقط حبيت ندير هذا البث المباشر باش نأكد شيء فقط، قسما عظما، أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، أقسم بالله العلي العظيم، أن تلك الحادثة تاع خلع الملابس الداخلية للفتيات مجرد كذب وافتراء. أقسم بالله العلي العظيم أن قضية خلع الملابس الداخلية للفتيات مجرد كذب وافتراء ضد أمن ولاية العاصمة. نتذكر حينما تم نقلنا في شاحنة الشرطة، كان هنالك حوار جانبي بين أعضاء الجمعية، وتفاهموا أنهم يثيروا الفوضى ويثيروا البلبلة ويحاولوا أنهم يحوسوا على موضوع
لإثارة الرأي العام، ويعني إثارة الشارع الغاضب في تلك الفترة. يعني نشفى أنه كان الأسبوع الأول فقط من استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، كان الفعل هذا خطط له شخصان. الأول خطط له الأمين العام السابق لجمعية راج، اللي هو عداد، نعم حكيم عداد، وهانية شعبان. هانية شعبان نفسها اللي قامت بتصوير الروبورتاج فرنس سانك للأمانة. كما قلت، أقسم بالله العلي العظيم أن موضوع خلع ملابس الفتيات مجرد كذب وافتراء. قد يسألني البعض يقول لي لماذا تكلم حتى الآن؟ يعني أنا بطبيعتي ما نحبش ندخل في الغموقات كما يقولوا، ما نحبش نثير البلبلة والفوضى، ولا باش نولي كما يقول لك هذا يحوس على الشهرة، ولا راه يحوس، ولا بعتوه، ولا أي شيء. يعني التزمت بالصمت في تلك الفترة. ولكن بعد ما شفت روبورتاج اللي بداته فرنس 5، يعني أثار الحفيظة تاعي، وعلي بيني وبين نفسي حلفت بالله على أنه ننقل الحقائق، ومستعد لأن أدلي بتصريحات للجهات الأمنية إذا اقتضت الضرورة. حبيت فقط نقول الرأي العام من خلال هذا البث أنه تلك ال يعني تلك ال ذلك الافتراء، أو ذلك الفيلم أو السيناريو اللي عملوه، هو مجرد كذب وافتراء. حتى أنهم قاموا بالاتصال مع صحفي يعمل في الوطن ولا في ليبرتي، نسيت اسمه، وصاحب موقع افونغارد، الله يعلم افونغارد، الآن هو متواجد في فرنسا. بعد الحديث بيومين، وبعد ما قامت شعبان هانية شعبان اللي كما قلت قامت بالبت وتصوير مع فرنسانك، بعمل فيديو مباشر وتدعي فيه يعني أنها تعرضت لها شرطية، وقالت لها نزعي ملابسك الداخلية إلى آخره. حبيت نوضح فقط للأمانة، الشرطة في ذلك اليوم تم اعتقالي من 5 مساء إلى 2 صباحا مع العصابة هذيك. كان تعامل الشرطة معنا يعني احترافية كبيرة للغاية. أقسم بالله العلي العظيم أنهم ما سبونا، ما قالوا لنا حتى حاجة يعني تثير الغضب أو الاشمئزاز. أنا نشفى أنه ضابط شرطة كان برتبة ملازم أول انتظر الشرطية حتى جات، يعني كانت خارج ساعة العمل، انتظرها حوالي ساعتين، جات جوية 8 هكذا مساء، وفتشت البنات، يعني تفتيش روتيني، حتى انهم كيخرجوا من عند من المكتب تاعها ما تكلموا حتى حاجة، بل هما كي نشفى كيخرجوا ريحنا في قاعة الانتظار. بدأوا الأحاديث الجانبية بيناتهم، وقرروا أنهم يدعوا أنهم يعني تعرضوا للضغط ولخلع ملابسهم. هذه هي الحقيقة خوتي، وكما قلت مستعد ندلي بتصريحات إذا اقتضت الضرورة. بعد 13 افريل بيومين، اللي شافي 15 افريل، تم الاتصال بي ورحت لمقر جبهة مقر الام دي اس موفمون ديموكراتيك سوسيال في تيليملي، وتم برمجة اللقاء مع
محامين كان بينهم فطة سادات، محامية فطة سادات، نائب الحزب الأرسيدي على ولاية الجزائر، اللي تالي كانت حاضرة معنا في مركز الشرطة، وين هي تحب هذه القضايا وتحب يعني توتر البلبلة وهذه الأمور. كان حاضر أيضا صالح دبوز الهارب حاليا متواجد حاليا في فرنسا، وكان معنا المحامي عبد الغني بادي. واتفقوا، انا حضرت يعني اللقاء هذاك والتزمت بالصمت يعني باش نشوف فقط في الكلام الجانبي وش يحاولوا يعملوا. توصلت انهم حبوا يرفعوا دعوة للجهات أجنبية، حابين يرفعوا دعوة قضائية بأمن ولاية الجزائر في المنظمات الأجنبية. كما يعرف الجميع أنهم عندهم علاقة وطيدة مع المنظمات الغير حكومية أمثال مثل أسواس راسيزم وغيرها من الجمعيات الغير حكومية. بعدها أنا يعني كنت ناشط يعني في الجامعة في تلك الفترة، يعني شافي يعني الحراك الأول تاع الطلبة 26 فيفري، خرجنا بقوة الطلبة وخصيصا في كلية الإعلام، كان يعني يوم عظيم في كلية الإعلام. يعني كنت يعني من بين اللي كانوا يتحركوا جدا في الكلية وفي يعني في حراك الطلبة. حين كان الحراك حراك حقيقي، حين كان يعني المليونيات في الشارع، كان ملايين الجزائريين يخرجون الشارع. كنت حاضر بقوة في تلك الفترة يعني رغم المضايقات ورغم يعني التهديدات التي أطالتنا. في تلك الفترة اتصل بي أيضا أمين العام لمنظمة راج عبد الوهاب فرساوي، وطلب مني يعني انضمام ليهم. شافني هو يعني حاب يخدم بيا كما نقولوا بالعامية. نشفة تاني خطرة كان راح لفرنسا لباريس، حضر لقاء جريدة لو موند افريك اللي يعني متخصصة في الشعب الأفريقي بصفة شاملة. اتصل بيا وقال لي، قال لي يعني في جريدة لو افريك ومادابية تكون معنا، ويعني نسهل لك الأمور باش تحصل.